السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. بعد تسويات دير الزور، النظام يطلق تسويات في الرقة ورفض شعبي وعشائري لها. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون يزور طهران ويصرح بأنه لا أحد من الأطراف يتحدث عن تغيير نظام الأسد. وفي شمال سوريا، ناشطون وعاملون في المجالين الطبي والإنساني ينفذون وقفة للتحذير من كارثة إنسانية عقب توقف دعم المشافي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. اعتبر الرئيس المشترك في الإدارة الذاتية التابعة لقسد أن التسويات التي أعلن النظام عنها في الرقة لا تفيد في حل الأزمة السورية، فيما أعلنت عشائر وقوى شعبية رفضها لحملة التسويات في المنطقة. المزيد في التقرير التالي. مع توسع حملات التسوية وانتقالها من دير الزور إلى الرقة وإصرار النظام على تنفيذها، سارعت قسد لإعلان موقفها، موقف لم يخلو من إشارات موجهة للسكان ومضمونها دعوة لرفض التسوية أو الانخراط بها. نحن ليس خارجون عن القانون، نحن شعبا ينادي بحقوقه العادلة وفق الدستور. هذا الدستور يجب حقيقة أن يعاد صياغته من جديد وأن يضمن حقوق المواطنة والحقوق السياسية وحقوق الشعب والمكونات في سوريا بشكل عام وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص. يصف المهباش تسويات النظام بمسكنات الألم، ويرى أن علاج الملف السوري يكون عبر حل سياسي، داعيا النظام لعدم تجاهل الحقيقة والاستمرار بالتمسك بالحل العسكري وخيار التسويات المرفوضة أصلا من قبل السوريين، يقول المهباش. تصريحات المسؤول في الإدارة الذاتية لم تكن سوى جزء من تصريحات سابقة لقسد بيّنت من خلالها الاستياء والتخوف من استمرار تسويات النظام. أما العشائر وهي المستهدفة بتصريحات قسد وتسويات النظام، فقد أوضحت موقفها برفض هذه التسويات واعتبرتها مهانة وخيانة بحسب العربي الجديد. وهنا لا يبدو الموقف حبا بقسد أكثر من كونه بغضا للنظام الساعي لطرح نفسه دوليا من خلال هذه التسويات، بحسب الصحفي فراس علاوي. رفض الأهالي رغم عمليات الترغيب والترهيب والتزوير التي قام بها النظام، لم يحصل على أرقام تؤيد سرديته في أنه مرغوب من قبل هذه الحاضنة. هو يريد أن يقول بأنه يسيطر على المنطقة وبأن هناك رغبة حقيقية لدى الناس بإعادة سيطرة النظام، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة. النظام وبين زحمة ترويجه لقبول العشائر هذه المصالحات، اعتبر أن البيانات الصادرة لا تمثل العشائر بحسب محافظ الرقة لدى النظام عبد الرزاق الخليفة، الذي رأى أن موقف العشائر في الرقة مخالف تماما لهذه البيانات. تكثر البيانات ويضيق الواقع بأهله، كما توضح الصورة القادمة من مناطق سيطرة قسد خارج صالات المصالحة. فبينما يهتم الجميع برأي العشيرة، يغفل الجميع أيضا حال أبنائها، فلا خدمات ولا شراكة في الحكم لمنطقة ملت تقلب السلطات وباتت تبحث عن صدق مفقود في بيانات السياسة قد يغير حال أبنائها وواقعهم. ينضم إلينا سيد أحمد شبلي، صحفي من غازي عنتاب. مرحبا بك سيد أحمد. بداية، إلى أي مدى يمكن للرفض الشعبي والعشائري أيضا أن يقيد خطط النظام إن صح التعبير في المنطقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي أستاذ إبراهيم. بالنسبة لأمور التسويات وأمور العشائر في منطقة شرق الفرات أو حتى في منطقة غرب الفرات، من المستحيل أن يكون هناك مصالحات في المنطقة في مناطق سيطرة قسد
المنطقة، خليني أفصل بعض المواضيع ولو بدقائق بسيطة. يعني المنطقة فيها أكثر من 1,000,000 مهجر من مناطق النظام، هؤلاء كلهم هربوا من بطش النظام ومن قتل النظام إلى منطقة شرق الفرات في الطبقة أو الرقة أو مناطق أرياف الرقة. يعني بالنسبة للتسويات أو المكرمة من المجرم، هل 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 مجرم اليوم يعطي مكرمة لشعب قتله وشرده؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، شاهدنا مظاهرات الطبقة ومظاهرات يوم الرقة يوم الأربعاء القادم أيضا. لنختصر الوقت سيد أحمد، لماذا النظام يستهدف إذن هذه الشريحة؟ تمام، النظام يستهدف هذه الشريحة، يريد أن يسيطر على مناطق هي خارج سيطرته لكي يقول بأنه انتصر، وهذا شيء مستحيل. لا يرضى الشعب الموجود في مناطق سيطرة قسد بهذا الشيء أبدا. عن أي مصطلحات يتكلمون؟ هم يسيطرون على في مناطق الرقة على أكثر من 50-60-40 قرية وبادية. أي مصالحات يتكلمون ويوجد في البادية هذه التي موجود فيها النظام ويعمل فيها مصالحة ميليشيات إيران ولواء القدس وميليشيات إيرانية وميليشيات عراقية وميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات لواء القدس وشبيحة؟ نعم. عن أي مصالحة يتحدثون والشعب يرفض هذه المصالحة؟ هناك نقطة مهمة سيد أحمد لو سمحت لي. هذه المنطقة هي منطقة تسيطر عليها قسد، وبالتالي كيف يمكن لقسد أن تستفيد من الرفض الشعبي لهذه المصالحات؟ تستفيد قسد وسمحت للمتظاهرين بالخروج والتعبير عن موقفهم أداء المصالحات. يوم الجمعة خرجت مظاهرة في الطبقة، ويوم الأربعاء القادم يوجد مظاهرة عارمة في محافظة الرقة. قسد لا تستطيع أن تعمل شيء أمام الشعوب. الكل يرفض النظام بالدخول إلى مناطق قسد أو إلى مناطق خارج سيطرة النظام. مستحيل أن تكون هناك تسوية، واللي بده يسوي تسوية أستاذ إبراهيم يذهب إلى مناطق النظام يعمل تسوية. هذه المناطق دفع الدماء، هذه المناطق دفع الشهداء، هذه المناطق فيها مهجرين، مستحيل أن تحصل فيها تسوية. هل يمكن أن يصب هذا الرفض في صالح قسد ربما، أم أنه بالمطلق في صالح العشائر والأهالي أيضا؟ بالنسبة لقسد أنا قلت لك لا أتوقع بأنها تسمح لدخول النظام إلى المنطقة، لأن المنطقة تعتبر تحت سيطرة أمريكا إلى هذه اللحظة، لا تستطيع النظام الدخول عليها. بالنسبة لصالح من أو لصالح من؟ النظام إذا أخذ قرية عند قسد يعتبر حاله انتصر، ولن يحلم بهذا الشيء، لأن المنطقة التي فيها موجود فيها قسد فيها مهجرين وفيها وناس كثيرين يرفضون النظام. أشكرك. وخرجوا وأوصلوا كلمة للإعلام ولكم وأنتم نشرتم بأن مستحيل أن يدخل النظام وأن تكون هناك مصالحة في مناطق التي السيطرة عليها قسد. أشكرك يا سيد أحمد شبلي صحفي، حدثتنا من غازي عنتاب. غادرت 53 عائلة تنحدر من ريف دير الزور الشرقي والشمالي، غادرت مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي إلى مناطقها في محافظة دير الزور الشرقية سوريا. وبحسب وكالة هوار فإن 217 شخصا كانوا محتجزين غادروا المخيم بالتنسيق مع مجلس دير الزور المدني، مشيرة إلى أن هذه الدفعة هي الدفعة رقم 49 التي تغادر المخيم. التقى المبعوث الأممي إلى سوريا جيرب درسون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران. بدرسون اعتبر لا أحد من الأطراف يتحدث عن تغيير نظام الأسد، فيما رأى الوزير الإيراني أن الوجود الأمريكي في سوريا هو ما يعرقل الحل السياسي. في الوضع الحالي لا يتحدث أي من الأطراف عن تغيير نظام الأسد، هذا ما قاله المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون خلال لقائه مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في طهران. وكالة فارس الإيرانية نقلت عن بيدرسون تشديده على ضرورة الحفاظ على ما أطلق عليه السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة أراضي سوريا، فيما لم يصدر أي بيان أو توضيح عن مكتب المبعوث الأممي. في المقابل دخل الوزير الإيراني من بوابة اللاجئين مؤكدا أنه لا يمكن إدارة ما أسماها الأزمة في سوريا نحو الاتجاه الصحيح دون الاهتمام بقضية اللاجئين والعقوبات المفروضة على البلد، معتبرا أن الوجود الأمريكي هو سبب تضرر الحل السياسي. مسار الحل السياسي في سوريا يتضرر من الوجود الأمريكي والضربات الجوية الإسرائيلية،
جهود الأمم المتحدة جزء من مسار الحل السياسي في سوريا منذ بداية التطورات في البلاد. لقاء بيدرسون في طهران وحديثه عن جزئية ألا أحد يريد تغيير النظام يثير تساؤلات عدة عن هدف بيدرسون من هذا التصريح. يعني أنا أعتقد أن السيد بيدرسون أوضح ما هو كان واضحا منذ 10 سنوات أو 11 عاما حول سوريا. فنحن علمنا من الأساس أن المجتمع الدولي لم يأخذ قرارا بتغيير النظام. قبل يومين بحث بيدرسون مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عملية التسوية في سوريا عبر اتصال هاتفي. بيان الخارجية الروسية قال حينها إن الرجلين قد تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول تعزيز العملية السياسية للتسوية السورية التي يقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية. جولة بيدرسون تأتي بعد تتالي فشل مسار اللجنة الدستورية، وفي آخر جولاتها قال بيدرسون إن الجولة انتهت دون أي توافق وإن الاجتماع كان عبارة عن خيبة أمل. فهل يبحث بيدرسون عن أمله المفقود في طهران؟ قال وزير خارجية النظام فيصل المقداد أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست في مركز اهتمامهم. وعرف المقداد جامعة الدول العربية في تصريح لوسائل إعلان موالية بأنها مؤسسة يجتمع فيها العرب لم تحقق أي من الأهداف على حد وصفه، مضيفا أن ما يهم حكومة النظام هو تحسين العلاقات مع الدول العربية. وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان، مستشهدا بالعدوان الأمريكي الذي دمر مدينة الرقة وفق قوله. أوضح المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري بأن الهدف من تواجد القوات الأمريكية في سوريا هو تعزيز المصالح الأمنية الأمريكية ومصالح الحلفاء، إضافة إلى حماية السياسة الخارجية عن طريق التواجد على الأرض. وأكد جيفري في حديث لوكالة نورث بريس أن مهمة القوات الأمريكية في سوريا قتالية ضد تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن بلاده تمنع تواجد قوات أخرى حيث تكون، وحققت ذلك بدعم قوات سوريا الديمقراطية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل فعاليات رياضية في الشمال السوري لدعم ذوي الهمم ودفعهم للاندماج في المجتمع. أيلول 2015، تاريخ حفر في ذاكرة السوريين بالدم. أكثر من 100,000 غارة جوية، ألاف القتلى وملايين المهجرين. محتل لا يعرف الرحمة، لم تسلم منه المدارس ولم تسلم منه المشافي أيضاً. تهجير وأفراغ للمدن، هدن وتسويات مزعومة دون أي تنفيذ. بين في تحاضر دوماً في مجلس الأمن ومؤتمرات كثيرة للوصول إلى حل سياسي. الوجود الروسي في سوريا سنوات والمحرقة مستمرة. صناعة الوهم يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. نفذ ناشطون وعاملون في المجالين الطبي والإنساني في شمال غرب سوريا
وقفة للتنبيه لكارثة إنسانية قد تحدث بسبب توقف الدعم عن 18 منشأة صحية في الشمال السوري، وهو ما بات يهدد حياة أكثر من 4 ملايين شخص. يحملون لافتات لا تتساوى مع حجم مأساتهم، فوقفوا بصمت عاجزين عن مواجهة إغلاق 18 منشأة صحية في شمال غرب سوريا جراء انقطاع الدعم الدولي عنها. الوقفة ضمن حملة أطلقها ناشطون وعاملون في المجالين الطبي والإنساني بهدف إعادة الدعم إليها. نحن نعمل بشكل تطوعي منذ أكثر من 4 شهور، لكن الموضوع لم يعد الكوادر الصحية والكوادر الطبية على مستوى التمريض، الحرس، المستخدمين لم يعد قادرين على تحمل أعباء المصاريف، القدوم إلى المشفى والعمل بدون أي مردود. يعني آخر شيء الممرض أو الموظف لديه أسرة يجب أن يعيلها، فلا يمكن أن يفرغ يومه وأسبوعه بشكل كامل للعمل بشكل تطوعي، عدا عن أن المشفى أيضا نفذت الكميات الاحتياطية مثلا من المعدات، من الأدوات، من المستهلكات، من الديزل. توقف الدعم عن مشافي الشمال السوري سيحرم ملايين المدنيين من الرعاية الصحية التي تعتبر أهم حق من حقوق الإنسان، ولربما سيعرض حياة مئات الآلاف من المرضى الموجودين في مشافي الشمال للخطر. باب جديد يوصد في وجوه مئات الآلاف من المرضى المراجعين لتلك المشافي، ما ينذر بكارثة جديدة لربما تضاعف من معاناة مصابي الحرب وأصحاب الأمراض المزمنة والفقراء، بعد أن استنزفت سنوات الحرب المنظومة الصحية جراء الهجمات المتكررة عليها. وجينا لهون كل الدواء هون شري، السيرونات الملحية، السيرونات السكرية، الأبر، كل شيء من برا، ووضعنا يعني كتير تعبان، ونحن نازحين ما في شيء بالحال. يعني جينا لهون كل ما نجي لهون يقولوا ما في دعم، وقف الدعم، وهذا أحسن مشفى بالمحرر. يعني العالم منين بدها تعيش؟ كل العالم عم تجي من هون لهون على هذا المشفى مرضاني، وكلياتهم عم بيوقفوا من على الباب عم بيقولوا لهم ما تم دعم لهذا المشفى، آسفين سكرنا. والدتي مريضة معها سكر وتشمع كبد، وكل يومين ثلاثة بدها دواء ب 400 ليرة، منين بدنا نجيب؟ اخواتي مستشهدين، ابري حقها دولار ونص، مو حرام. تسعى مديرية الصحة والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني البحث عن مانحين لإعادة الدعم للمشافي، في حين تبقى آمال المرضى معلقة على قرارات أممية لاستئناف علاجهم بشكل مجاني، آمال لربما تخفف من حجم معاناتهم في ظل تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية. شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي مظاهرة شعبية عقب إضراب عن العمل لنفذه عمال الفرن التابع للمجلس المحلي، إلا أن العمال تراجعوا لاحقا عن إضرابهم وعادوا للعمل بعد أن تلقوا وعودا من رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب مصطفى العثمان بحل مظلمتهم ومساعدتهم. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع يرويها لكم مراسل حلب اليوم في مدينة الباب محمد السباعي، فلنتابع. نحن الآن داخل الفرن الآلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. هذا الفرن الآلي هنا يشهد إضراب للعمال في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بشكل كامل. طبعا سبب هذا الإضراب هو قلة المردود الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء العمال داخل هذا الفرن. معي هنا أحد المشاركين في هذا الإضراب عبد القادر عثمان ليضعنا في صورة هذا الإضراب الكامل عن العمل. مرحبا بك عبد القادر. أهلا وسهلا. حبذا لو تشرح لنا عن سبب هذا الإضراب الذي تقومون به حاليا في الفرن. اولا وضع المعيشي سيء في هذه المدينه، راتبنا يتعادل 600 ليره 700 ليره، اكثر عامل بياخذ 700 ليره هو العجان، وما تبقى العمال اجوره من 600 ليره. طيب 600 ليره يكفي وضع معيشي في هذه البلد؟ واكثريتنا نازحين اجور، وعندنا بيوت ايجار ومي وغاز وكهرباء خالص راتبنا، منين نعيش نحن؟ انا عندي 4 اطفال، شو بدي اربيهم؟ من اقدر امن لهم حياه
كويسه في هالبلد هاي. صار لي انا 5 سنوات بالفرن هذا، من اول ما تاسس الفرن لحد انا 5 سنوات هون اقدم عامل بالفرن هذا. صرنا وعود كثير من سنوات وعود، كل سنه يتحسن الوضع ان شاء الله احسن احسن لاحسن. ونحن راتبنا بالتركي، نروح نقص راتبنا كل يوم عم يتهاوى لاسفل السافلين. نعم. لا ايمت. نعم. شكرا لك. كما شاهدنا وسمعنا لهذه المقابلة مع عبد القادر عثمان الذي هو أحد المشاركين في هذا الإضراب والذي سببه قلة الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العمال. الفرن الآلي في مدينة الباب يعمل بداخله ما يقارب تقريبا 100 عامل. مدينة الباب خلال الأسابيع الفائتة شهدت عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية نظرا لقلة المردود الشهري التي يتقاضاه الموظفون في القطاعات العامة ونظرا لتردي الأوضاع المعيشية. لقناة حلب اليوم محمد السباعي من مدينة الباب ريف وحلب. يبقى معنا محمد السباعي مراسلنا من مدينة الباب، مرحبا بك محمد. حبذا لو تضعنا في صورة آخر التطورات حول موضوع إضراب العاملين في مدينة الباب. مساء الخير لك إبراهيم وتحية لجميع السادة المشاهدين. حقيقة ما تشهده مدينة الباب ريف حلب الشرقي صعوبات للسكان في المدينة كان آخرها نتيجة غلاء الأسعار وقلة المردود الشهري لدى العمال في المدينة وأيضا الموظفون في القطاعات العامة في مدينة الباب ريف. عمال الفرن الآلي في مدينة الباب أضربوا عن العمل يوم أمس وطبعا استمر هذا الإضراب لمدة ساعتين تقريبا وشهدت المدينة خلاله مظاهرات أيضا قرب دوار السنتر للعمال. طبعا بعد الإعلان عن هذا الإضراب لمدة ساعتين تقريبا أتى رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب واجتمع مع العمال وطبعا أكد لهم على وأكد لهم أنهم سيقومون في الأيام القادمة. نعم. الآن محمد هذا الكلام ذكرته ربما خلال التقرير الذي تم عرضه، لكن الآن هل من مستجدات على هذا الموضوع؟ طبعا لا يوجد أي مستجدات حول هذا الموضوع سوى الوعود التي قدمت من رئاسة المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي للعمال، ولكن حتى الآن لا يوجد أي بوادر لتحسين الظروف المعيشية إن كانت بوادر ملحوظة أو إن كانت ملموسة أيضا خلال تحسين الرواتب الذي حصل قبل عدة أسابيع في مدينة الباب لمعظم العمال في المنطقة لم تشهد كافة القطاعات، وهذا أيضا ما أثار غضب عمال الأفران في مدينة الباب ريف حلب الشرقي. حتى أيضا هذه الزيادة التي أقرتها المجالس المحلية لم تكن مرضية أيضا لجميع الموظفون في القطاعات العامة، وما تزال مدينة الباب كما شاهدنا خلال الأسابيع الماضية تشهد احتجاجات واسعة لتردي الظروف بسبب تردي الظروف الإنسانية وغلاء المعيشة دون سنتابع بالتأكيد سريعة وحلول. سنتابع بالتأكيد معك محمد أسباعي مراسلنا من مدينة الباب كل هذه المشاكل عن قرب و طرق معالجتها أيضا. شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد سباعي من مدينة الباب. تشهد مدينة عزاز بريف حلب الشمالي سلسلة فعاليات رياضية لذوي الهمم تنوعت بين كرة القدم وألعاب للمكفوفين ووقفات للمطالبة بالاندماج في المجتمع. ممارسة الرياضة لا تتطلب جسدا كاملا وسليما، هذا ما أكده ذوي الهمم أثناء تشكيل فرق رياضية لألعاب مختلفة منها كرة القدم وكرة الهدف للمكفوفين في مدينة عزاز، ورياضات أخرى تعطي مفهوما جديدا لمن فقدوا أجزاء من أجسادهم أن الحياة لن تقف على ما فقدوه.
نحن هون دعينا لمباراة كرنفالية في مدينة عزاز من قبل جمعية ذوي الهمم. الحمد لله رب العالمين، المباراة كانت كثير قوية ومنافسة حلوة، والشباب الأداء اللي أدوا اليوم أداء كثير رائع وبطولي، والحمد لله الإصابة ما وقفتهم عند هاي الإصابة، مكملين إن شاء الله مستمرين في هذه الحياة لحتى آخر نفس، وإن شاء الله هلا نحن طبعا ندعي كل مصاب إنه يجي يلعب هاللعبة هاي. ما والله المصاب خلاص انصاب ما يحسن يجي يلعب، لا بيحسن يجي يلعب ويؤدي ويقدم كل شيء عنده. عديد المطالب ينادي بها ذوي الهمم من تأمين اللوجستيات والمعدات التي تساعدهم للتغلب على إعاقتهم وتمكينهم من ممارسة الأعمال بشكل أكثر سهولة، لكن مطلبا بعينه يشكل لهم دعما غير منتهي يتمثل في تغيير وجهة النظر إليهم، وجهة نظر جديدة تقول بأنهم قادرين على الإنتاج وليسوا مستهلكين فقط. كثيرة بس هن مطالبهم مطلب كثير بسيط، انه هن قادرين مثلهم مثل اي شخص، يعني اعاقته ما هي سببت له اي شيء بالامور الحياتية، قادر يشتغل، قادر يعمل، قادر يتوظف، قادر يفتح مشروع، في منهم اصحاب مشاريع، منهم اصحاب شغل، فهن بطالبوا حقهم انه يتعاملوا مثلهم مثل البشر يعني. يطمح ذوي الهمم للاندماج في المجتمع بشكل تام، ليكونوا فاعلين منتجين يؤدون دورهم بشكل كامل دون النظر إلى الإعاقة التي أصابتهم لأسباب مختلفة، وهذا دور منظمات المجتمع المدني وما تقدمه من توعية في هذا الإطار. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.